يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم غدا تطبيق لائحة الانضباط الجديدة التي تتواكب مع نظام الاتحاد الدولي بعد إعادة صياغتها. وحملت اللائحة التي تضمنت قرابة 150 مادة عقوبات بالغرامة المالية تتراوح بين 20,000 ريال ومليون ريال، إلى جانب الحرمان من المشاركة في الأنشطة المتعلقة بكرة القدم وإعادة الجوائز، وكذلك المنع من دخول غرف تبديل الملابس وغيرها من العقوبات واسعة النطاق. وتولي اللائحة الجديدة اهتماما كبيرا بالكثير من الجوانب المتعلقة بالخروج من إطار المنافسة الشريفة مثل حوادث الغش والتزوير والفساد، بالإضافة إلى التهديد والتحريض وجميع ما يتعلق بالسلوكيات. جددت الإصابات ملازمتها لفريق الهلال الأول لكرة القدم بعد أن اضطر الكوري الجنوبي يوب يونغ للبقاء في غرفة العلاج الطبيعي اليوم نظير آلام الركبة التي يعاني منها بعد احتكاكه مع أحد زملائه في تدريب أمس. ومن المقرر أن يخضع يو لأشعة مغناطيسية يوم غد يتحدد على ضوئها مدة برنامجه العلاجي، فيما يواصل نواف العابد وسلمان الفرج برنامجهما التأهيليان بعد أن أوضحت نتائج الفحوصات التي خضعا لها عن حاجتهما للمزيد من الوقت قبل الدخول في التدريبات الجماعية. وأجرى الفريق الهلالي ميرانه الاعتيادي مساء اليوم استعدادا لملاقاة ضيفه الحمادة في لقاء ودي سيقام عند الساعة 8:00 من مساء غدا على الملعب الرديف في مقر نادي الهلال دون حضور جماهيري لعدم توفر مدرجات. واشتملت التدريبات على الجانبين اللياقي والتكتيكي. كشفت مصادر أن إدارة نادي النصر أعادت فتح باب المفاوضات مع المهاجم الكوري الجنوبي لي ديونغ البالغ من العمر 32 عام من أجل ضمه إلى صفوف فريقها الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية كمحترف آسيوي، في الوقت الذي لا تزال فيه الأحاديث تدور حول رحيل الكولومبي خوان بابلو بينو عن النادي نظرا لحالة العزلة التي يعيشها في النادي. وتؤكد المصادر نفسها أن تحرك النصر للتعاقد مع الكوري لي ديونغ يعد كخطوة احترازية في حال عدم بقاء المهاجم سعد الحارثي في الصفوف النصراوية، إلى جانب أنه كان من أهم الخيارات المطروحة قبل إغلاق فترة التسجيل السابقة. اعتمد مدير إدارة شؤون المنتخبات السعودية لكرة القدم محمد المسحل انضمام المدرب الوطني يحيى عامر للجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لدرجة الشباب المشارك في تصفيات كأس أمم آسيا المقبلة 2011 في بنغلاديش. واعتمدت إدارة شؤون المنتخبات السعودية قائمة أسماء لاعبي المنتخب السعودي للشباب التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد البروني للمشاركة في المعسكر الإعدادي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 حتى 19 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمنتخب لتصفيات كأس أمم آسيا المقبلة 2011 في بنغلاديش. وهم عبد الله الزهراني وأحمد الحربي وعبد الرحمن السفري وصالح الشهري وجابر المباركي ومصطفى بصاص والبراء بعظيم من الأهلي، طلال عبسي وفهد المولد وعبد الفتاح عسيري ومحمد قاسم من الاتحاد، أحمد شراحيلي نواف الشيباني وعبد الله العمار من الهلال، عبد الله مادو عامر جحفلي وعمر السحيمي من النصر، رائد الشمري فيصل خمج من الشباب، ماجد النجراني وصالح العمري من القادسية، علي الزبيدي وأحمد الشهري من الاتفاق، عبد الله فهد من الفيصلي، عبد الله دوشي حطين، وأخيرا مدلل العليان من التعاون. يقف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على آخر تطورات جاهزية فريقه من خلال اللقاء الودي الذي يخوضه بعد صلاة المغرب غدا أمام ضيفه نجران على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، في الوقت الذي واصل فيه الفريق اليوم تدريباته اليومية وسط سعي من المدرب على الحفاظ على مستوى الفريق خلال فترة التوقف الحالية.